وأما قيس بن سعد بن عبادة فإن أباه سعد بن عبادة الصحابي المعروف سيد الخزرج في زمانه، وقيس هذا ابنه، وكان عظيما قائدا شجاعا عرف بكرمه، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم فتح مكة بعد أن قال أبوه لقريش: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل المحرمة. فكأن القرشيين لم يقبلوا هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد وأعطاها لابنه قيس، وقد ذكرت في مناقبه الكثير رضي الله عنه، على أن أشهر ما عرف به كرمه وجوده، وكان يقول: لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. وهذا حق، فإن الإنسان لا يسود إلا بفعاله بمجده، لكن الفعال والأمجاد تحتاج إلى بناء إلى مال. والعربي يقول: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. والمتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. جاءته امرأة، أي جاءت امرأة إلى قيس فقالت له: أيها الأمير، أشكو إليك قلة الفأر في بيتي. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أحسن هذه الكناية، فهم مرادها. املأوا بيتها زيتا وخبزا وتمرا ودقيقا. أعطاها، علم من قولها أشكو إليك قلة الفأر في بيتي أن بيتها ليس فيه شيء من المتاع الذي يطعم، فلا حاجة للفأر أن يأتيه. فأكرمها وأعطاها بعد أن فقه مقصودها وعلم مرادها رضي الله عنه وأرضاه.